بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هتكلم النهاردة عن قصة مأساوية لطفل عنده 4 سنين اسمه شنودة. وطبعا لأن الموضوع إنساني ويخص طفل يتم المتاجرة بالقضية بتاعته، حبيت أوضح بس بعض الحقائق لمدعي الإنسانية والمحبة. فالقصة بدأت من 4 سنين وتحديدا سنة 2018، لما واحد اسمه فاروق فوزي بولس كان رايح الكنيسة هو ومراته، ولقيوا طفل مرمي قدام باب الكنيسة اللي كان عمره في الوقت ده يدوب كده كام يوم. قرروا ياخدوه ويربوه كده من نفسهم، وبعدين عملوا له شهادة عماد بعد ما عمدوه جوه الكنيسة، وكمان الأب عمل له شهادة ميلاد باسم شنودة فاروق فوزي بولس بتاريخ 15 مارس 2018، من غير ما يسأل عن الوضع القانوني للقرار ده، وكانوا فاكرين ان محدش هيعرف حاجة بعد كده. المهم مش الحال على كده 4 سنين، الطفل عاش مع الأسرة دي كأنهم أبوه وأم، وفاروق ومراته تعلقوا بيه جدا، وهو كمان اتعلق بيهم، ما يعرفش حد غيرهم اصلا، بس يشاء القدر انه تحصل مشكلة في العيلة بسبب الورث. وقالوا ازاي عيل غريب يجي وياخد الورث كله واحنا قاعدين كده. فواحدة من العيلة دي قررت تروح تعمل بلاغ للشرطة بان الطفل شنودة مخطوف، ده على اساس انها كانت عارفة ومتأكدة ان ده غير قانوني. بس لما فكرت في موضوع ان العيل ده هياخد الورث بتاعها، قررت تبلغ عن الواقع دي. لكن قبل كده كان كله مطنش وماشي الحال، واكيد هي عارفة ان القانون بيمنع التبني بمنح اسم الاب للطفل، لان مصر دولة اسلامية والشريعة الاسلامية بتحرم ده، لان الدولة المصرية حظرت التبني بمفهومه الاوسع عندما اصدرت قانون الطفل رقم 12 في عام 1996، واجرت عليه عدة تعديلات كان آخرها تعديل في لائحته التنفيذية في عام 2010، واعتمدت مصر بدلا من ذلك نظام الأسر البديلة اللي بينص على إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وخاصة مجهول النسب بأسر يتم اختيارها وفقا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية. والإسلام قال في الحالة دي الكفالة هي الأساس، أما التبني فهو حرام. علشان كده قررت النيابة إيداع الطفل في دار أيتام باسم مسلم وهو يوسف، وده بعد ما عملوا تحليل الحمض النووي DNA للأسرة وللطفل وثبوت عدم نسبه لهما. فالشريعة الإسلامية بتقول إن الطفل فاقد النسب والأهلية بيكون مسلم بالفطرة، وأظن النصارى عارفين ده كويس، إن الطفل لما بيتولد بيكون مسلم بالفطرة، وعلشان كده بيعمدوا الطفل أول ما بيتولد. وطبعا ناس كتير اتعاطفت مع الأسرة اللي أخدت الطفل ده وربته وبعدين اتحرمت منه. الطفل شنودة بعد ما راح دار الأيتام يتغير اسمه باسم تاني، باسم باسم يوسف، لتغيير ديانته ديانة مسلمة. انا ما بتكلمش على عامة الديانات، هو عامة هو ولا هيزود المسيحية في شيء ولا هينقصها، لكن المعنى هو انا مش فاهم، هم ما غسروش معاه، ودول مش عارف مستوى كويس ان هو يعيش معاهم، ايه المانع في كده؟ المانع في كده ان اللي عملته الاسرة دي كان غلط من الاول، وما بني على باطل فهو باطل، لانهم خلفوا قوانين الدولة اللي هم مواطنين فيها. اولا عملوا شهادة ميلاد ازاي بدون اختار من المستشفى اللي تمت فيها الولادة؟ ياه، للدرجات الامور دي سهلة كده يعني؟ المفروض تتعاقب بتهمة التزوير في اوراق رسمية ونسب طفل ليه بدون حق، فالقانون المصري بيمنع التبني ونسب طفل مجهول لا يسرق. وفي شخص كمان كان بيوجه نداء استغاثة لكل المسؤولين في البلد، ودي نفس الاستغاثة كانت لأم أخدوا منها أولادها وحطوهم في دار أيتام، ومحدش منكم اتأثر وقتها لأن الأم دي كانت مسلمة. رسالة للنائب العام والأستاذ المسؤولين والرئيس عبد الفتاح السيسي. بوجه استغاثة ومناشدة وبلاغ للرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي والسيد وزير الداخلية والسيد النائب العام، وبناشد المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
شنوده فاروق طفل كان عنده يوم ابوه وامه معدومين الضمير، خدوا الطفل ورموه قدام باب كنيسه، لجيه الكاهن خدوا واداه لعم فاروق، عم فاروق ده ما كانش بيخلف، خد الولد وكبره ورباه، اخت عم فاروق راحت بلغت الحكومه ان الولد اللي عنده مش ولده، فجت الحكومه قبضت على عم فاروق وخدت منه الطفل وحطته في الملجا وطلعوا براءه عشان عم فاروق اثبت ان هو عنده حسن نيه ان هو ياخد الطفل ده ويربيه لان اللي جه في الشارع الاب الكاهن اللي اداهوله. أنا شفتكم جميعا كأم مكلومة على فراق أولادها الصغار، بولا عنده 6 سنين وبيتر عنده 12 سنة وجرجس عنده 14 سنة وحرماني منهم، ودول أطفال محتاجين رعايتي زي أي أم، ومعايا ولاية تعليمية ومعايا حكم الضم بتاع الأطفال القصة وصيغة تنفيذية بالحكم، وبتهم اتهام مباشر لأبو الأطفال وكمان تستر مدرسة الدار البيضاء والإنجيلية الخاصة بحدائق القبة السيد إيهاب نبيل بولس اللي اعتدى على الضرب وانا بصور اللايف امبارح والإهانة، وساهم كمان في هروب الطفل من المدرسة. ابني جرجس كان عنده امتحان امبارح اولى اعدادي اخر يوم في الامتحان، كنت عنده اول امبارح كنت عنده امبارح، وفي اليومين يقول لي هو خارج ويتصل بابو الولد ويهربوه بعربية، بالرغم من انا قدمت كل مستنداتي وما يثبتش شخصيتي، يعني انا عايزة اولادي وهساعد الامر، هساعد الامر للرئاسة والمجلس حقوق المرأة ونجدة الطفل، الطفل عايزني، انتوا سألتوه وعايزنا مش عايزين، وبعدين هو ملوش رأي أصلا، ده طفل وعايز ماما، مش عايز المشرفة في الحضانة، مش عايز المدير، حسبي الله ونعم الوكيل. الحكومة حطت الطفل ده في الملجأ، ذنبه إيه؟ بعد ما اتعلق بأب وأم يتاخد عشان تدوه لواحد مسلم، عشان ممنوع واحد مسيحي يربي عيل يتيم ملهش أب ولا ليه أم، حرام. بما إني أم وزي أي أم بيهمها مصلحة أولادها، طالبت بولادي علشان مصلحتهم في إنهم يتربوا في جو أسري. وفي جو يتربوا جوه بيت بدل من انهم يكونوا في دار ايتام وهم مش يتامى، وعلشان انا الام ويهمني مستقبلهم واستقرارهم النفسي بوجه رسالتي دي لاصحاب الشأن والمسؤولين عن ايداع اولادي في دار الايتام سواء الكنيسه او والدهم، انهم يسمحوا للاولاد بالرجوع الى المنزل واقامتهم مع اخواتهم البنات في الجو الاسري اللي تربوا عليه من صغرهم، واذا كان في مخاوف من اني اوصل لهم واخدهم باي شكل تقدروا حضراتكم تغيروا البيت او تغيروا المحافظه كلها لو تحبوا، فانا يهمني مصلحه اولادي اولا واخيرا، والدليل اني خايفه على مصلحتهم ما غيرت لهمش اسمائهم ولا ديانتهم، والقانون بيسمح لي بكده، بس انا يهمني ان الولاد ما يكبروش على حاجه هم مش عايزينها، وخاصه انهم موجودين في دار ايتام اللي معظم الناس عارفه بيتعاملوا فيها ازاي. ومن ضمن الناس اللي تعاطفوا مع الطفل شنودة خالد منتصر، واللي سخر من إيداع الطفل في دار للأيتام لأنه ولد على الفطرة، وقال من خلال حكاية الطفل شنودة اللي لقيوه في حمام كنيسة وتبنيته أسرة مسيحية، بس الحمد لله انتزعناه واستطعنا إيداعه في بيت أيتام مسلمين لأنه ولد على دين الفطرة. نقدر نقول من خلال القصة دي أن العالم منقسم إلى 2 مليار مولدين على دين الفطرة و5 مليار لازم نحاربهم علشان يرجعوا لدين الفطرة. واضح ان خالد منتصر مش بيدافع عن الانسانية اطلاقا، لانه بيدافع فقط عن اي موضوع يخص الخمسة مليار او ضد الاتنين مليار المولودين على دين الفطرة، فهو مستعد للدفاع عن اي شخص غير مسلم بدافع الانسانية حتى ولو كان بيعبد كلب او قطة، اما لو مسلم بيعمل نفسه من بنها زي قضيتي كده. ومش خالد منتصر بس اللي كتب تغريدة وتعاطف مع الطفل شنودة، ده في كمان واحد نصراني بيقول الطفل شنودة إذا كان القدر قد حرمه من والديه الحقيقيين فلا تحرموه من أن يعيش حياة كريمة مع من قاموا بحبه وتربيته 4 سنوات. نداء لكل من بيده اتخاذ القرار وقضاة العدل والرحمة، ولكل إنسان عيدوا شنودة إلى من أحبهم وأحبوه وأعطوه ما تشاؤون من اسم وديانة، ولكن أعيدوه إلى من ربوه وأحبوه وأحبهم. وبهذا النداء وبهذا المنطق أضم صوتي لصوت هذا الشخص وأقول لا تحرموا أطفال صغار أن يعيشوا مع أم أنجبتهم وقامت بتربيتهم. نداء لكل من بيده اتخاذ القرار وقضاة العدل والرحمة
ولكل إنسان. أعيدوا جرجس وبيتر وبولا إلى من أحبوهم وأحبوه، أعطوهم ما تشاؤون من اسم وديانة، ولكن أعيدوهم إلى أمهم اللي أحبتهم وأحبوها. أما القنوات الفضائية المسيحية تبنت قضية الطفل شنودة وقامت باستضافة فاروق وزوجته، وكتبت أحد القنوات: والدي الطفل شنودة يكشفان مدى الألم والوجع للمطالبة بعودة طفلهم الذي تم إيداعه بدار أيتام. وهنا بيقولوا والدي الطفل لمجرد بس انهم اتبنوه 4 سنين مش خلفوه، وكمان مدى الالم والوجع. فعن اي الم واي وجع تتحدثون يا دعاة المحبة والانسانية؟ انا ام حقيقية انجبت 3 اطفال جرجس وبيتر وبولا، اخدتهم بس لمجرد اني غيرت عقيدتي وحطتهم في دار ايتام، ومفيش حد فيكم متبنى قضيتي، وكان كله بيهاجمني. حتى لما عرضت موضوعي مع الأستاذة إيمان السقة اللي في بداية كلامها قالت لي إنها جاية تناقش موضوعي كامرأة وهتناقشني في قضيتي كأم. زي ما اتكلمنا على مريم أيوب في قناة إسلامية وقلنا إن أنا ما بناقش دين مريم أيوب إيه، أنا هناقش الأستاذة نهى السيد في قضيتها لأنها قضية تخص امرأة. السيدة نهى، نهى السيد من خلفية مسيحية وأسلمت. إيه الظروف اللي اضطرتها لده؟ مش قضيتي ومش هحكيها، وعلى فكرة أنا ما سألتش. ولكن الأستاذة إيمان ما وفتش بعدها وبدأت تسألني: أنت ليه أسلمتي وإيه أسباب اعتناقك للإسلام؟ واقتنعتي بالإسلام إمتى أو خرجتي من المسيحية للإسلام إمتى؟ 2019. 2019 يعني من 4 سنين تقريبا. قررتي ازاي تخشي الاسلام؟ انا قررت اناقش قناعتك. مفيش مشكله، تحت امرك. طبعا انا اشهرت اسلامي 2019. قبل اشهار اسلامي بسنه ونص كنت بدرس لاني تسلل لي الشك في المسيحيه في بعض الامور العقائديه الخطيره اللي انا شكيت فيها. وبالرغم من كده جاوبتها عادي، ولكن في سياق كلامها كانت بتهاجمني. بس هو برضو من وجهه نظر انا بحمي ولادي من ان هم يتخطفوا من حضني، ان انا ما اشوفهمش تاني، ان هم يأسلموا. خلينا قاعدين برضو فريقين، احنا عندنا مشكله في الفريقين، ان انت ما كنتش ده هتبقى ده. وبنفس المنطق اللي عرضته الاستاذه ايمان، احنا كمان خايفين على ابديه يوسف وعايزينه يتربى تربيه اسلاميه. وأحب أقول لكل مسلم بيقول رجعوا شنودة للأسرة المسيحية، فإحنا كمسلمين بنتعامل مع ديننا اللي بيقول إن الطفل بيولد على الفطرة وهي الإسلام، وإنه هيكون مع أهل الجنة. فالإنسانية بتقول إنه إذا كان ديني بيقول لي كده فأنا بنقذ شنودة من النار حسب معتقدنا الإسلامي. وإذا كنتوا ناسيين أفكركم بموضوع أولادي اللي خطفينهم الكنيسة بطريقة غير قانونية وحطينهم في دار أيتام، ولما بعتت الكنيسة المنصرين علشان يسموني على أولادي قلت لهم فين الإنسانية؟ قالوا إحنا خايفين على أبديتهم. هما كانوا واخدين الولاد عشان خاطر مش خايفين عليهم. نعم نعم حضرتك، هما كانوا واخدين الاولاد علشان خاطر خايفين عليهم. يعني اديكي بتعترفي بصريح العباره ان الولاد عند الكنيسه، وانت بتقولي هما واخدين الاولاد علشان خايفين عليهم. العيال دول مش قانونا المفروض يكونوا مع امهم؟ ماشي، هو قانونا يعني معلش انت ترضي ان هما يخسروا ابديتهم في ايماننا بقى. بص انا اقول لك على حاجه يا ميرفت، حكايه يخسروا ابديتهم او يكسبوا ابديتهم، معلش سوري، مش انت ولا اي حد من البشر هيحددها. انت متعصبه لدينك شيء طبيعي، والمسلم متعصب لدينه شيء طبيعي. انا بتكلم من جانب الانسانيه مش الدين. ماشي يا ماما، ما انا بقول لك دلوقتي كده المسيحيه ما فيهاش انسانيه. لا ما تقوميش على النونو. لا 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 لا, 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 لا. احنا كمسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين، لكن عايزين تحرموني وتعذبوني. تحرموني؟ لا لا، من فين احب اعدائكم؟ بس انا عايزه ماما اسمعيني. انا احنا في انت في نظر المسيحيين او الكنيسه او المسيحيه عموما كايمان ان انت مش تبعنا. تمام، انت اسمعي، خسرتي ابديتك بمزاجك.
فمش عشان القانون نخلي ولادك يخسروا الأبدية، احنا بنبص لفوق مش للأرض. أنا أمهم، أنا اللي ولدتهم يا ميرفت، وأنا اللي رضعتهم، وأنا اللي تعبت فيهم، مش من حق أي حد ولا أي جهة ياخدهم مني. بصراحة بصراحة يا ميرفت دي مش إنسانية، دي مش إنسانية، وكل يوم بيزيد إيماني إن المسيحية ما فيهاش إنسانية وما فيهاش محبة. أوعى تقول الله محبة تاني، أنتوا بعيد تماما عن المسيح. وبنفس منطق المنصرة ميرفت بنيوتي اللي بتقول احنا معانا اطفالك وحاطينهم في دار ايتام علشان ما يبقوش مسلمين، كمان احنا مش عايزين الطفل شنودة يبقى مسيحي وعايزينه يبقى مسلم. وهنا بتقول اننا مش مشكلة عندنا القانون، يعني الفكرة كلها قائمة على الطائفية الدينية وليست انسانية كما تزعمون. فشمعنا هنا الإنسانية اتجزأت وحلال للنصارى وحرام على المسلمين؟ فمن الإنسانية انقاذ شنودة وترك حرية اختيار الدين لما شنودة يكبر ويقرر بعد كده اختيار دينه، فمحدش بعد كده هيخصبه انه يكمل في دينه. وبقول لكل مسيحي نحترم القانون، ولكل مسلم اوعى كلمة إنسانية تنسيك ان الإسلام بينقذ الأنفس من النار، فقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.